السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا lesson 1 unit 7. خلينا نشوف هاي. يقول لي write these sentences as a headlines، اكتب هذه الجمل بصفة عناوين. عناوين طبعا قاعدتها بسيطة أعزائي، من تكتبها هنا شو تسوي؟ إذا تمسح ليها بس تخلي moving desert الإزي المسح، هذا إني مسحا. أدوات شلون نقول ذن التنكير والتعريف، هاي الذا إذا تنمسح، الإزي مسح، النقطة تنمسح، فش تخلي لي moving desert swallowing up Iraq. إذا الإز تكتب لي نفس الجملة تكتبها، لكن الذا أعزائي هاي تنمسح، هاي تنمسح، الإز ينمسح، أوكي هاي تنمسح، وهذه النقطة أيضا تنمسح. A golden team، golden team cleaning up Iraq، راح تخلي هاي الأي تنمسح، الأي تنمسح، A golden team، الآر تنمسح، clean up Iraq streets، والنقطة تنمسح تنزلها نفسها. زين number راح تقول number of wild leopard and sharp deadline، النقطة تنمسح، هذه تنمسح، وهذه تنمسح، اوكي. water pollution هاي تنمسح، water pollution huge danger to the local population and wildfire، النقطة تنمسح، وهكذا بسيطة جدا أعزائي. المهم underline ضع خطا تحت المقطع الصوتي القوي. من تقرأ something advertise everyone playground him mistress، وين انت من تقرأها؟ وين انت من تقرأ حسب التعليمات؟ وين من تقرأ؟ وين تشوف المقطع الصوتي القوي؟ وين تشوف الحرف القوي اللي ينطيك قوة تخلي جوا خط، اوكي، من ذن الكلمات. listen and check your answers، استمع ودقق اجوبتك. complete the sentence with should and must، اكمل الجمل ب should or must، ب should or must، يجب او يجب. you should do your homework، تقدر هنا تخلي لي should، تخلي لي should، وهنا تخلي لي must، كيفك هنا. هنا تخلي لي should should، وهنا must must، اوكي. اوكي، يجب ان تقوم بواجبك البيتي، يجب ان تاكل، يجب ان تاكل 5 قطع من الفواكه والخضروات كل يوم. الناس يجب عليهم ان يقومون بما يجب ان يفعلوه، بما يجب ان يكون. people should do what they say they are going to do، الناس يجب عليهم ان يقولون ما ينوون فعله. you should wear a seat belt، انت يجب ان ترتدي حزام الامان. on a plane على الطائرة، عندما when it is taking off and landing، عندما هي taking off، عندما تقلع وتهبط طيارة. انت يجب ان تاخذ take a test before، يجب ان يعني take a test، تؤدي الاختبار، before you can drive a car، قبل ان تقود السيارة. زين listen write notes، استمع واكتب ملاحظات. What are the three girls? What are the three girls going to bring to the bring and buy sale? ماذا البنات ينوين أن يجلبن لي هذا البيع، مال الأجلب وبيع. سهاد كاميرا، ووصال بعض الكتب، ووداد جيب لعبة. What are they going to hold? ماذا هم ماذا هن ينوين أن يعني going to hold the sale، يعني شو وقت راح يتم إقامة البيع؟ الساعة بالأربعة o'clock on Monday، يوم الاثنين. imagine there are going to be bring and buy sale، يقول تخيل أن هناك يجري بيع من نوع اجلب وبيع. at your school، في مدرستك. what will you and your partner bring as a gift، ماذا أنت وزميلك أو زميلتك أو شريكك أو شريكتك bring، سوف تجلبون بصفة هدايا. make conversation، قم بعمل حوارات. we are having a bring and buy sale at school. what for، لماذا؟ to collect money for poor people، والله خلف الله عليكم، لجمع الأموال للناس الفقراء. that's a good idea، طبعا ما حد راح يسوي هاي كذب. that's a good idea، إلا ذاك من ذاك. can you bring something، هل يمكنك أن تجلب شيء ما؟ yes I'll bring، نعم سوف أجلب.
Oh, that's great, lovely, wonderful. هاي من هاي الأمور جيد رائع وشيء محبوب ورائع. When do you want? When do you want? متى تريد أن تقوم بذلك؟ تقوم بذلك. يعني هاي تتخلي إيه تتخلي هذه كيف من هاي الكلمات. Oh, bring it or them to school, please. هاي الأشياء. Alright. When? حسنا متى؟ Tomorrow morning. That's it. In the afternoon. وهكذا. Fine. I'll do that. Okay. عندنا يقول لي هنا هذه الصفحة يقول you went to bring and buy sale. أنت ذهبت إلى هذا البيع. Write a short letter. اكتب رسالة قصيرة إلى صديق تخبره أو تخبره فيها عن ذلك. Don't forget to say. لا تنسى أن تقول what the sale was for. يعني لماذا ما هو الغرض من البيع. How many people were there. كم عدد الناس اللي كانوا هناك. What you and your friend brought for the sale. ماذا أنت وصديقك جلبتم للبيع. What you bought. ماذا أنت جلبت. How much money the sale brought in. كم كمية الأموال اللي البيع يعني جابها أو جلبها. يعني شلون الإنتاج المنتج من وراءها. زين. طيب Okay. طيب هنا lesson 3 complete the conversation with the words in the box. أكمل الحوارات بالكلمات بالبوكس. Right. Wetland. صحيح. المياه البحر المستنقعات. أنت مخطئ. أنا لا أتفق معك. بحر وأتفق معك. Blue whales live in a forest. الحيتان الزرقاء تعيش في الغابة. Disagree. لا أتفق. I disagree. أنا لا أتفق معك. الحيتان الزرقاء تعيش في البحر. هاي الضفادع الذهبية تعيش في الصحراء. I think you are wrong. أعتقد أنك مخطئ. Golden toes. هاي الضفادع الذهبية تعيش في wetlands في المياه الضحلة المستنقعات. Snow leopards. النمر المرقط الثلجي يعيش في المناطق العالية الباردة. أنا أتفق معك. أنت على حق. Be the sentence. Are the sentence true or false. هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة. People are still allowed to hunt blue whales. الناس ما يزالون يسمح لهم بصيد الحيتان الزرقاء. طبعا خطأ. I false. Okay. Male and female golden toes are different colors. Okay. هذه الميل and female golden toads. الضفادع الزرقاء الأنثى والذكر هي ذات ألوان مختلفة. نعم صحيح. People hunted tigers. الناس يصطادون النمور لأنها جدا خطرة. هذا الكلام false غير صحيح. اوكي اعزائي اللي هنا قبلوا اطيب تحياتي والى اللقاء.